تانية لسيدة مصرية جميلة من المبدعات اللي هي عاملة مكات رائع أو أكثر من رائع، مكات يعني عاملاه بفن، مش مكات عادي، ده مكات على فكرة، مش حاجة حقيقية، مكات صغيرة. أمنية صابر، أمنية صابر عملت المكات ده وأشاد بيه جميع، يمكن كمان في وكالات أنباء عالمية اتكلمت هي عاملاه ازاي بالدقة دي. وعلى فكرة المكاتات اللي من النوع ده بتاخد وقت وجهد كبير جدا، ده كمان مكات، ده مش حقيقي، عملته أمنية، شكله طبيعي جدا وقريب جدا جدا أو مطابق جدا للواقع. الناس كلها أشادت الحقيقة بمكات أمنية صابر اللي عملته بمنتهى الدقة وبمنتهى الحرفية زي ما احنا شايفين قدامنا في الصور. ده كمان بقيت مكات الفنانة أمنية صابر اللي عملته، وهي فعلا عاملاه بشكل فني وجميل جدا.